نذهب معا إلى بيروت. زميلة ماري سالم محلية المالية في شرق الأخبار تنضم إلينا، ومعنا أيضا من الرياض من مقر التداول الزميل عماد المقبل. أهلا وسهلا بكم، نتعلم منكم طبعا، نستعرض معكم بدايات التعاملات بداية في الأسواق الإماراتية ماري، ومن ثم أيضا نتابع معك عماد التحضيرات لافتتاح سوق الأسهم السعودية خلال 10 أو 15 دقيقة المقبلة. كيف تبدو لك الصورة صباح اليوم ماري؟ صباح الخير صباح، يعني لحديت اللحظة بعدنا شوي ببداية الجلسة وبعض التداولات شوي بطيئة. يعني بسوق دبي المالي في عنا نوع من استقرار على المؤشر، بينما بسوق أبو ظبي في عنا تراجع بأكثر من نصف نقطة مئوية. هلا الملفت إنه نحن نهار الجمعة كان في عنا أداء مميز للسوقين بسبب مراجعة الفوتسي، يعني وصلنا بأحجام التداول أو قيمة التداولات بسوق دبي المالي لتقريبا المليار و900 مليون، مليار و500 كانوا منهم على سهم أميرتس إم بي دي بسبب إعادة إضافته للمؤشر، والوزن تبعه كان جيد، يعني كانت التدفقات المتوقعة بحدود ال 220 مليون دولار، وشفناها يعني خلال التداولات. اليوم عم نشوف نوع من تراجعات على السهم، وهي عمليات جني أرباح صارت من قبل بعض المستثمرين الفرديين أو حتى المؤسسات اللي ممكن كانوا عم يتداخلوا على السهم خلال الفترة الأخيرة كرمال لحتى يجنوا الأرباح من بعد المراجعة اللي كانت صارت يوم الجمعة. هلا من ناحية أخرى إذا بنطلع نحن على العام، القطاع المصرفي عم بيتعرض لضغوط بسوق دبي المالي، ولكن بسوق ابو ظبي في عنا تباين، يعني ما في صوره واضحه كيف عم بتكون الاداء او شو هي القطاعات يلي عم بتكون عم بتاثر على المؤشر بشكل واضح. IHC الاكبر وزنا تراجعات تقريبا بحدود ال 1% هو الضاغط الاكبر على المؤشر. من ناحيه ثانيه يعني اذا بدنا نتوقع شو ممكن يصير اليوم، امبارح شفنا ارتفاعات ب 2% تقريبا على قطاع الطاقه بالسوق السعودي، فممكن اليوم بلش نشوف شويه انعكاسات او ايجابيه لدى المستثمرين على هذا القطاع، خاصة مع ارتفاعات أسعار النفط، يعني ممكن أنه يكون مستقطب للجاذبية أو في جاذبية لهذا القطاع عند المستثمرين. عدا عن هيك يمكن الأبرز يلي ممكن أنه نطلع عليه بالفترة المقبلة هو الإدراج الأول يلي بده يصير بعمان، أو كيو غاز نتوركس يلي هي متوقع أنه يبلش الاكتتاب تبعها ب 26 الشهر، وهذا أكبر إدراج بده يصير من تقريبا 20 سنة بالسوق العماني، فممكن أنه نبلش نرجع نشوف السوق العماني يرجع يصير بقلب الصورة أكثر بهذه المرحلة من بعد الإدراج، أو على القليل نبلش نشوف إدراجات أخرى تنبلش نرجع نحط الخريطة، نحط السوق العماني على الخريطة بدول الخليج، لأنه مؤخرا كنا عم نشوف أنه في كثير تباطؤ بأحجام التداول وحتى بالحركة اللي موجودة هنا. هذا الزخم الذي نسمعه إذا عن مزيد من الطروحات الأولية في السوق العمانية، مرحب به لا شك. شكرا جزيلا لك مارينا.